استقبل ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء سفينة طبية إيطالية بطاقة 16 سريرا وتضم غرفتي عمليات وغرفة رعاية وأشعة مقطعية ومعدات تشخيصية وأدوات ومستلزمات طبية واثنين هليكوبتر لتقديم الرعاية الكاملة للجرحى الفلسطينيين من خلال فريق طبي يضم 15 طبيبة. وتعد هذه السفينة الثانية التي تصل الميناء، حيث سبق وصول السفينة الطبية الفرنسية داكس مود والتي تستقبل الجرحى الفلسطينيين وتجري لهم العمليات الجراحية اللازمة عن طريق فريق طبي فرنسي.